In time, many years, we are organizing this kind of exchange between Italy and Gaza. من وقت طويل والمؤسسة هدفها الأساسي هو عمل تبادل ثقافي ما بين الشعب الإيطالي والشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة. Through the program that we call the Freestyle Festival, we are trying to let the people meet here inside the most big prison in the world, Gaza. واحد من أحد وأهم برامج المؤسسة المركز فريستايل غزة أو غزة فريستايل هدفه الأساسي إنه يخلي الشعب الإيطالي مجموعة من الشابات والشباب الإيطاليين يدخلوا لغزة ليشوفوا الواقع في غزة ويسمعوا. We are preparing with the people in Gaza many activities forward to the most vulnerable population like women, youth, young children, in many activities, sport activities, cultural activities, economical activities, in order to meet and to exchange our capacity. المؤسسة لها أنشطة عديدة بتستهدف فئات مختلفة أطفال نساء شباب هدفها إنها تقدم تبادل ثقافي بقدر اللي بتقدر عليه المؤسسة لتقدم الخبرة والمعرفة ما بين الشعوب لا يفيد الشعب الفلسطيني المتنوعة ما بين الرياضة والموسيقى وأنشطة مختلفة أيضا في الميديا الإعلام. In this time, this year, after COVID, we decide to prepare a special program, a special with the women that we called Women Forum in Gaza. قرروا بعد كوفيد بعد كورونا انهم يعقدوا نشاط خاص بالنساء. The request came from many associations here in Gaza that met in this year, last time, many Italian associations. So they asked us to association here in Gaza all together to do this. من قبل كانت اللقاءات كلها الكترونية على اللقاءات الأونلاين فقررت الجمعيات والمؤسسات بطلب من المؤسسات والجمعيات الإيطالية والمؤسسات في غزة إنهم بعد عدة لقاءات حبوا إنهم يجتمعوا على أرض غزة للتبادل الثقافي داخل غزة ما بين الشعب الإيطالي والمؤسسات الإيطالية والمؤسسات الإيطالية.